إخوة الإيمان، نبقى الآن مع خطبة الجمعة المباركة نستمع إليها مخلصين نية لله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا جسم ولا أعضاء له، ولا شكل ولا صورة له، ولا حد ولا مكان له، جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، ولا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أنت طب القلوب ودواؤها، وعافية الأبدان وشفاؤها، ونور الأبصار وضياؤها. الصلاة والسلام عليك سيدي يا محمد. يا محمد، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا يا رسول الله، أدركنا بإذن الله. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير، القائل في محكم كتابه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اعلموا رحمكم الله أن أفضل الخلائق علويها وسفليها الأنبياء عليهم السلام، لما أعطاهم الله من الصبر والتقى، وإن أحسن القصص قصصهم، لما جعل الله فيها من مواعظ وعبر. وبالاطلاع على قصص حياتهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وما حفلت به من أحداث واشتملت عليه من أفعال، لدليل لنا ننهجه ونستنير ونستعين به للوصول إلى الإيمان الكامل الذي هو سبيل النجاة والفوز في الآخرة. وكلامنا اليوم بإذن الله رب العالمين عن سيدنا سليمان عليه السلام. يقول رب العزة في محكم التنزيل: وورث سليمان داود، أي كأنه ورثه، وإلا فالنبوة لا تورث. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. فلقد علمه الله تعالى منطق الطير ولغته وسائر لغات الحيوانات، فكان يفهم عنها ما لا يفهمه سائر الناس. روي أنه صاح هدهد، فقال سليمان عليه السلام يقول: استغفروا الله يا مذنبون. وصاح خطاف فقال يقول: قدموا خيرا تجدوه. وصاحت رخمة فقال:
تقول سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه، وصاح قمري فأخبر أنه يقول سبحان ربي الأعلى، وقال الحدأة تقول كل شيء هالك إلا الله، والقوطاة تقول من سكت سلم، والديك يقول اذكروا الله يا غافلون، والنسر يقول يا ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت، والعقاب يقول في البعد من الناس أنس، أي من بعض الناس، والضفدع يقول سبحان ربي القدوس. وقد سخر الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام الريح فكانت تنقله إلى أي أطراف الدنيا شاء. يقول الله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وأوحى الله تعالى إليه وهو يسير بين السماء والأرض، وذلك بتبليغ الملك له إني قد زدت في ملكك أن لا يتكلم أحد بشيء إلا ألقته الريح في سمعك. فيحكى أنه مر بفلاح يحرث أرضه، مر سليمان عليه السلام وهو على بساط الريح يسير بين السماء والأرض، فنظر إليه الفلاح وقال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، فألقت الريح كلام الفلاح في أذن سليمان عليه السلام، فنزل سليمان عليه السلام ومشى إلى الفلاح وقال إني جئت إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه. ثم قال له لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير من الدنيا وما فيها. ومن نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام أن جنده كان مؤلفاً من الجن والإنس والطير، وكان سليمان عليه السلام قد نظم لهم أعمالهم ورتب لهم شؤونهم، فكان إذا خرج خرجوا معه في موكب حافل مهيب يحيط به الجند والخدم من كل جانب. وأخبر الله تعالى عن عبده ونبيه سليمان عليه السلام أنه ركب يوما في جيشه المؤلف من الجن والإنس والطير، يقول ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهذه النملة واسمها طاخية أو منذرة تكلمت بصوت أمرت فيه أمة النمل في ذلك الوادي أن يدخلوا مساكنهم حذراً من أن يحطمهم سليمان عليه السلام وجنوده أثناء سيرهم. لقد ألهم الله عز وجل تلك النملة معرفة نبيه سليمان عليه السلام كما ألهم النمل كثيراً من مصالحها، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون لا يعلمون بمكانكم، أي لو شعروا لم يفعلوا. قالت ذلك على وجه العذر واصفة سليمان وجنوده بالعدل، فسمع سليمان قولها من 3 أميال، فتبسم عليه الصلاة والسلام من قولها متعجباً من حذرها واهتدائها لمصالحها ونصيحتها للنمل. فأمر سليمان عليه السلام الريح فوقفت
لئلا يذعرن حتى دخلن مساكنهن. أوقف سليمان عليه الصلاة والسلام موكبه العظيم حتى يدخل النمل إلى بيوتهن، ودعا ربه، قال تعالى إخبارا عن سيدنا سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني، أي ألهمني. هذا كله من فضل الله تعالى على عبده ونبيه سليمان عليه السلام، الذي كان عبدا مطيعا أوابا داعيا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكان من عباد الله الشاكرين. يقول الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وعظم. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه، فإن تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فلذلك أيها الأحبة الكرام، اتقوا الله بأداء ما أوجب الله عليكم، وباجتناب ما نهاكم الله عنه، فإن الله تعالى ما أحب طاعة من عبد كما أحب أداء الفرائض واجتناب المحرمات. لذلك قال النبي، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فلهذا الزموا مجالس العلم التي يعرف بها الحلال والحرام، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم في كتابه العظيم، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي صلوا على نبيكم وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وآياتك العظمى وباسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع البلاء والغلاء والغلبة عن أمة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا على كامل الإيمان، وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا المؤمنين، وارحم موتانا المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي،
يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا، وقوموا إلى صلاتكم وأقم الصلاة. وهكذا مستمعين الكرام، كنا قد استمعنا إلى خطبة الجمعة المباركة التي نقلناها إليكم عبر أثير نداء المعرفة.